متحف وأرشيف الصحراء. بداية الفكرة يعني بدت معاي حبي لهذه البيئة اللي خلقت كثير من المعاني وخلقت كثير من الأسس اللي قامت عليها طبعاً القيم. وجات الفكرة أني ألم كل هذه الموروث كله في متحف. المتحف هذا يضم يعني من بيت الشعر، وهذه الرمزية حق بيت الشعر وأدوات اللي موجودة في بيت الشعر كلها، بجانب أيضاً الفروسية وعدة الخيل ورسومات الخيل، أيضاً الصقارة اللي لي مجال في هذا المجال إني أجمع كل الكتب بجانب لوازم الطير كلها، هذه كلها من ضمن هذا المتحف. أيضاً الإبل، أيضاً يعني الحاجات اللي فيها طبعاً فيها كثير من أدوات يعني مثل الشداد ومثل الحاجات هذه كلها خليتها في هذا المتحف. هذا المتحف يضم بجانب المقتنيات أيضاً يضم كثير من الثقافة والتراث من خلال الكتب ومن خلال الوثائق، هذه كلها ضمن هذا المتحف اللي يعني نشوفها يعني فيها تقريباً مئات القطع النادرة في هذا المتحف. حاولت قدر الإمكان أني أسس هذا المتحف بشكل يعني احترافي ويعطي نوع من حتى حق الناس الدارسين والأمور هذه تكون فيها كثير من المعلومات والمعرفة. الفروسية تمثل حاجة كثيرة في الصحراء، لذلك يعني الفروسية والخيل حرصت أن يكون في هذا المتحف كثير من الأدوات مثل السروج، وتكون أيضاً مثل الكتب اللي تكلمت عن الفروسية وعن الخيل، وأيضاً يعني أخلاقيات الفارس نفسه. حاولت أن قدر الإمكان أني أوثق الأمور هذه كلها تكون نوع من يعني نوع من الأرشيف حق الدارسين في هذا المكان. طبعا لو تكلمت عن الخيل وعن الفروسية يعني يمكن ما وقف عن الحديث صراحة، لأن يعني هذه كانت البداية، كانت البداية في هذه الصحاري العربية، في هذه الأماكن كلها اللي نجد فيها الفارس دائما يعني في مقدمة المكان، في مقدمة الجيش، في مقدمة فلذلك يعني الحاجات اللي دارت كلها عن الفروسية، سواء كان شعر بجانب يعني الوثائق، بجانب الحاجات المعنوية. أيضا أتكلمت عن الحاجات واقتنيت الحاجات المادية اللي موجودة مثل السروج، عدد من السروج اللي موجودة طبعا في المتحف، وأيضا عدد كبير من اللوحات، لوحات الخيل، خاصة الخيل العربية الأصيلة اللي تتميز عن الخيول الأخرى يعني بجمالها يعني بقوتها والطاقة اللي فيها. وأيضا الحمد لله احنا في قطر هنا يعني كثير من الاهتمام، يعني عندنا اهتمام كبير بالخيل، لذلك دائما يعني أبحث عن هذه القطع، أبحث عن القطع النادرة اللي تخص الخيل وتخص الفروسية. وكل ما أجد في مكان يعني قطعة أحاول أني يعني أقتنيها وأبحث عنها. فلقيت كثير من القطع اللي مثل أيضا بجانب الفارس طبعا قديما كان أيضا له سلاحة، مثلا البنادق اللي دخلت في الصحراء كانوا أيضا يصنعون يعني بالرصاص، يصنعون الذخيرة نفس يصنعونها. أيضا عندي قطع في تصنيع صب الرصاص نفسه اللي مقدمة البارود نفسه.
هذه ايضا بجانب عندي كثير من القطع اللي فيها اللي هي طبعا مخازن السلاح اللي هي حق الذخيره اللي يخزنون فيها البارود، لان البارود كان طبعا يعني نبتعد عن الرطوبه، دائما البارود لابد ان يكون فيها، ايضا مطاحن البارود نفس هذه كلها كانت جزء، بجانب طبعا القطع اللي هي يعني السلاح الابيض، كثير من القطع طبعا يعني الأول إحنا عندنا السكاكين البتاوية اللي نسميها البتاوية، هذه الجوهر نفسه، جودة السكاكين هذه كلها من يعني من القطع اللي موجودة في المتحف نفسه. الحاجة اللي أنا صنفتها يوم قلت الخيل والإبل والسقارة، فتأخذ الفروسية الجزء الأكبر من هذه المكانة، وأعتقد أنه فعلاً يعني ارتبطت بالقيم، أيضاً بقيم الفارس، أيضاً بالشعر، كثير من مادة الشعر أيضاً محفوظة في هذا المكان، في هذا المتحف. فيعني أعتقد أنه يعني حاولت قدر الإمكان أني يعني أقتني أكثر وأكثر من الحاجات اللي ترتبط بالفروسية وترتبط بالخيل وترتبط بالفارس. مثل ما ذكرت السروج يعني خذت بحكم جمالية السروج نفسه، كانت السروج في السابق يعني من الجلد ومن القماش نفسه، وأيضا يدخل فيها التطريز ويدخل، فالسروج طبعا تطورت وأصبح يعني أصبح الفنانين يبدعون فيها بشكل كبير جدا، صانعين السروج مثلا في الشام وفي دول كثيره كانت تصنع هذه السروج على مستوى عالي جدا من الفن ومن الابداع اللي فيها. وبعض الفنانين ايضا بدوا يعني اقتنيت بعض السروج اللي فيها رسومات ايضا وفيها رسمه الطير، هذه كلها طبعا قطع يعني حبيت انها تكون في متحفي، ان تكون هذه السروج متنوعه، كل ما شفت حاجه جميله وحاجه يعني متقنه حاولت اني اقتنيها. ايضا يعني السكاكين طبعا عندي قطع كبيره جدا يعني عدد كبير، بجانب طبعا الحديد او الجوهر اللي هو الدمسكس اللي الدمشقي، طبعا هذه من عالمنا العربي، لذلك سموها دمسكس وانتشرت. فأنا عندي أيضاً القطع الخام نفسه، وأحاول إني أصنع بعض السكاكين أيضاً من خلال يعني الديزاين أو النموذج اللي أنا أحطه أو الفن وطرشه وأصنعها. لقيت بعض السكاكين أيضاً في أسبانيا تسمى سكاكين العربية، فهذه من القطع أيضاً اللي اقتنيتها، فارتبطت بسامي يعني باسم العرب. فدائما يعني البحث عن هذه القطع سواء كان يعني في قريب ولا كانت حتى في بلادين، او ايضا ادخل من خلال المزادات اللي موجوده يعني في الانترنت وذي، وابحث عن هذه القطع. الهوايه يعني تملك راعيها على بلد. الإبل طبعاً يعني لها مكانة كبيرة في ثقافة الصحراء، فهي طبعاً جزء من الثقافة، جزء من الموروث نفسه، لذلك حرصت إنه يكون أيضاً جزء من المتحف نفسه، في مثلاً الإشداد كامل، مثلاً في كثير من القطع اللي كانت نادرة يعني طبعاً، يعني مثلاً الساحة، مثل الكاموخة مثلاً، عندي عدد منها، عدد طبعاً فيها طبعاً هي من القرط، يعني صناعتها من القرط، وفيها كثير من بعض القطع مطعمة بالفضة أيضاً، عندي شيء أيضاً الرحيلة، عندي أيضاً من الهودج نفسه،
هذه القطع طبعا الجاعد الساحة هذه كلها قطع متوفرة يعني وموجودة في المتحف ومتنوعة أيضا. أحاول دائما أحرص أني أبحث عنها وخاصة القطع النادرة. بجانب السدو طبعا السدو يعني أمهاتنا اللي نسجوا هذه القطع النادرة والقطع اللي خذت منهم وقت طويل جدا في صناعتها. مثلا القاطع اللي عندي مثلا عندي قطعتين من الندر طبعا وفيها يمكن أكثر من 20 متر. وإحنا طبعا هي تتميز بالنكشات شرق شبه الجزيرة العربية في منطقتنا المنطقة من الكويت لين قطر هني. هذه النكشات متميزة وأيضا لها نكشات معينة. فيها كثير أيضا عندي قطع من العدول نفس اللي كانوا يخزنون فيها العيش الخرج. أيضا يعني من الحاجات بعد اللي حصلتها حتى بعض المخالي اللي منسوجة بالسدو ومن الشعر. هذه كلها قطع نادرة موجودة. كثير من القطع حاولت أني أبحث عنها وحصلها واروح حتى اسال. وايضا بجانب ان يعني الوثائق الحاجات الكتب اللي تتكلم عن الابل كمجموعه متكامله ممكن تكون ايضا يعني جاهزه حق حتى الباحثين ممكن يدرسون هذه الكتب اللي موجوده. كتب قديمه، كتب صار لها أكثر من 100 سنة، كتب أيضا حديثة تكلمت في الهجن. فأنا أعتقد أن الحاجة هذه يعني كانت مهمة جدا أن تكون في جزء من متحفي. السكارة والصقور والطيور يعني جزء أساسي من هذا المنظومة الكبيرة اللي احنا نعتبرها منظومة الصحراء. بجانب ان تاريخ السكارة يعني تاريخ، يعني لو تكلمنا عن السكارة وعن الصيد وعن الجوارح هذه كلها طبعا تاريخ كبير جدا، لدرجة ان ذكر في القرآن ايضا يعني الآيات الأولى في سورة المائدة. فالصيد واللي ذكر في الصيد نفسه يعني الصيد انا اعتقد انه يعني ارتباط الصحراء بالصيد والحصول على طبعا على الصيد نفسه. لذلك اقتنيت كثير من ادوات الصيد سواء كانت مثلا البراقع اللي عندي امتلك اكثر من 1200 برقع. طبعا الصيد مش مختصر بس على يعني على العرب نفسهم، الصيد طبعا هي ثقافة العالم كله طبعا، ويمكن تكون يمكن يعني اول مهنة او اول حاجة سواها الانسان كان الانسان الصائد نفسه. لذلك كل ما اروح بلاد ادور يعني في اندية السقارة الفالكونريز اللي موجودة في العالم عن البراقع اللي يستخدم. لذلك عندي عدد كبير جدا من البراقع بأشكالها وأنواعها وجماليات طبعا. هذه أيضا بجانب الوكور نفس الوكور عندي يعني يمكن يعني أقيم قطعة عندي قطعة لقيناها في جنوب قطر، وكر شاهين تقريبا، يعني وكر يمكن عمره تقريبا أكثر من 120 سنة. هذه قطعة نادرة حصلتها. بجانب الـ يعني أرجع حق البرقع اللي هنسميه البرقع العربي اللي فيها طبعا يعني هي أحسن أنواع البراقع. إحنا في السكان عندنا في قطر هني برقع البلم، فبرقع البلم يعني حتى الآن الكل يبحث عن البراقع القطرية، البراقع الطير القطرية، لذلك لها سوق أيضا رائج هنا. عندي عدد كبير، حتى عندي ورشة هنا حق صناعة البراقع. يعني أحاول أيضا إني أسوي يعني فن البرقع نفسه، شلون شكل البرقع، وهذا شيء مهم جدا. طبعا إحنا الأول عندنا المنقلة اللي تنقل فيها الطير. طبعا هي كانت دارجة في السابق، عقب جاتنا التسوس، وكان حتى التسوس نفسها في التسوس الأوروبية وفيها التسوس العربية
اللي هي قطعه واحده يعني تشف اللي تدخل في الـ في الـ في الـ في الدس نفسه. هذه من القطع ايضا النادره اللي عندي بعض المناقل اللي كانت موجوده ايضا من الشعر نفسه، يعني محاكه يعني من 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 من, من السدو والشعر. ايضا عندي بعض التسوس اللي حصلتها في الهند، يعني قطع من قطع المهراجة، يعني السوس كانوا ايضا عند الصقاقير اللي موجودين في الهند، فحصلت عدد من هذه القطع النادره. حصلت تسوس جميله جدا في جنوب امريكا، يعني في امريكا الجنوبيه، لذلك هذه ايضا من القطع الجميله والنادره اللي حصلتها. ف يعني ايضا يعني من الحاجات ايضا اللوحات الرسم، يعني عندي قطع من رسوم الرسام القطري الكبير، طبعا الواحد المولوي، عندي 3-4 لوحات من اللوحات الجميله في الصقارة، وفي رسم الشاهين نفسه، لذلك يعني متقن جدا جدا في هذه الرسمات. امتلك هذه الرسمات اللوحات الجميله. فانا اعتقد ان فعلا عده الصقاره يعني تميزنا فيها، تميزنا حتى في جمالياتها، حتى يعني حتى مثلا لو نتكلم عن السبوق وطريقه يعني طريقه يعني حتى صناعتها من الجوخ نفسه، من الجوخ اللندني، وفيها نوع من الحياكه اللي فيها يعني تزين الطير، هذا السبوق اللي متوفره عندي ايضا موجوده. ف يعني قطع كثيره جدا من لوازم السقاره. السقاره علم وفن ايضا، وحبيت ان يكون ايضا يعني جزء من هذا المتحف اللي فيه اكثر من يعني لو اقول لو ما بالغ اكثر من 2000 قطعه في السقاره، بجانب الكتب اللي عن السقاره وعن الصقور بشكل عام. انا اعتقد ان امتلك يعني اكبر عدد من الكتب، يعني ارشيف متكامل في السقاره، ارشيف سواء كانت كتب اجنبيه او كانت كتب عربيه موجوده في الذي. ايضا يعني ما اخفيكم اني انا ايضا الان في صدد يعني الانتهاء من كتاب ومن روايه في السقاره، سميتها سقور حوران، هذه سميت الرواية، وهي طبعا رواية مقناص، وكل حاجة تدور في المقناص وثقافة المقناص كلها في هذه الرواية بشكل أدبي، أيضا بجانب الكتاب الأكاديمي اللي في السقارة قريب أني أنتهي منها، أيضا تمثل طبعا تاريخ السقارة، يعني منذ الخلفاء الأوليين اللي جاوا في السقارة وأسسوا هذه الحاجات والكتب القديمة اللي تكلمت عن السقارة إلى يومنا هذا. هذه كلها طبعا مراجع كبيرة جدا موجودة. هاي طبعا أيضا يعني هذا الأرشيف مفتوح لكل اللي حاب إنه يكون أيضا يعني يتبحر في هذا الفن وفي هذا العلم، اللي أنا أعتبره إنها من أقدم العلوم، يعني ترافقت مع الإنسان نفسه، مع البشرية نفسها. والسقارة بعد ما شفنا طبعا اطلعت على كثير من عادات وتقاليد الشعوب الأخرى في السقارة، مثلا يعني اللي عرفته أنا إن المغول والصينيين هم أول من بدأوا حتى في إنهم يسكرون النسور. لذلك عندي أيضا قطع كثيرة ونادرة من التسوس اللي يشيلون فيها النسور، والوكور اللي خاصة بالنسور وبالعقبان، هذه كلها طبعا. وأيضا سجلت تاريخها، عندي بعض المراسلات أيضا، مشتريات الطيور في سنة 59 و58 من هالقطر، وحاسبين مثلا الشاهين بكم من تومان مشارينا، والطير الحر
وحتى مصاريف يعني من الحاجات اللي مذكورة في هذه الوثيقة المالية على قولتهم، الوثيقة اللي فيها حتى سعر الشاهين وفي سعر الحر في ذاك الوقت، يعني هذه من الوثائق، وحتى سعر الطارش اللي جاب لهم بخبر الشاهين، هذه كلها طبعا في هذه الوثائق وهذه القصاصات من الورق اللي انكتبت عندنا في قطر في سنة 59، يعني تتكلم عن أكثر من 70 سنة في هذه الوثائق. هذه كلها طبعا يعني يمثل متحف ويمثل أرشيف كبير في الصقارة. أحاول قدر الإمكان أني يعني أقدم جزء من خبرتي وجزء من مشواري ومن يعني من حرصي على أنه يكون في متحف يعني يمثل هذا التاريخ وهذا التراث، سواء كان في الخيل أو كان في الهجن أو كان في الصقارة والطير. فحبيت إن فعلاً يكون المتحف متميز ويكون فيه كثير من القطع وتكون فيه كثير من الوثائق وتكون فيها كثير من الكتب والمراجع اللي أقدر فيها يعني أفيد الآخرين أيضاً من هذا المتحف. لذلك سميتها متحف وأرشيف الصحراء.